خلينا ناخد على التليفون دكتور عمرو الحداد، مساعد وزير الشباب والرياضه. يا دكتور عمرو، انا بصبح على حضرتك في البدايه يا فندم. صباح الخير على حضرتك وصباح الخير على الشعب المصري اجمع، وببارك لمحمود صبري، صراحه كان انجاز مشرف امبارح، حاجه محترمه وبنشكره عليها وبنشكر الجهاز الفني، يعني حاجه مشرفه لمصر. يعني هقول لحضرتك على حاجه يا دكتور عمرو، يعني بصراحه هو مش بس يعني لاعب واحد هو اللي مشرف، بجد الابطال البارالمبيين بتوعنا اكثر من مشرفين. الناس دي زي ما اكون حقيقي، يعني الناس دي مش بتتحدى مثلا ظروف، مثلا لا، دي ظروف استثنائيه، فحاجه يعني تدرس، خلينا نقول، ان احنا قابلناهم وشفنا قد ايه عندهم رغبه في ان هم يروحوا وينجحوا، لان هو ده اللي قدامهم. الشخص اللي بيكون عنده للاسف يعني مشكله ما، يعني نوع، مش عايزه اقول اعاقه، ولكن لو عنده حاجه او بيمر بحاجه زي كده، دايما بيكون هدفه ان هو يسعى للنجاح اكتر من اي حد تاني، يعني عايز يكون يحس ان هو موجود، فده بيتحقق في هذه البطوله. وشفنا اسامي كتيره جدا رفعت اسم مصر في الخارج، ودايما بنقول ان ابطالنا البارالمبيين يمكن بيحصدوا بطولات وميداليات اكتر كمان من يعني السلام، خلينا نقول، في الاولمبياد. فحاجه مشرفه جدا، حاجة مشرفة دكتور عمرو. بس خلينا نروح مع حضرتك، لأن أكيد برضو وزارة الشباب والرياضة ليها دور وساعدت في هذه البعثة والكواليس، فخلينا نسمع منك، وعايزة حضرتك تركز لنا على يعني الروح اللي عندهم، العزيمة اللي عندهم، الصعوبات، الكواليس، ده اللي أنا عايزة أسمعه من حضرتك، اتفضل. هو طبعا يعني هم عندهم عزيمة قوية جدا جدا، وزي ما شاهدناه النهاردة في هاني عبد الهادي الصبح، هو كان مصاب، وكان شريف برضو كان مصاب، وكنا بنقول مش هيلعبوا الأولمبياد، لكن اصرارهم وعزيمتهم على تحقيق الميداليات ساعدهم، ويعني كان اسعد الشعب المصري اجمع. وكل حضرتك تواصل مع الوزير يوميا معانا من خلال البعثه المصريه والدكتوره حيات وجميع اعضاء مجلس الاداره والسفاره المصريه في اليابان متواجدين معانا. يعني بقول لحضرتك جميع الاجواء يعني حاجه مشرفه، ودور الوزاره كان تشكيل لجنه عليا للبطل البارالمبي للاشراف على هؤلاء الابطال عشان نعزلهم خالص في منعزل اللي هم محتاجينه، كل طلباتهم احتياجاتهم في المركز الاولمبي، المعادي، السفريات، المعسكرات، اللبس. فبقول لحضرتك كل احتياجاتهم كانت الحمد لله توجهت مع الوزير الميسره ليهم ومسخره ليهم. فطبعا يعني تمنياتنا بالتوفيق، ومعايا الدكتوره حيات خطاب رئيس مجلس اداره اللجنه البارالمبيه برضه لو حضرتك حابه تركلها على الانجاز ده. طبعا ومعانا هاني معاك الدكتوره حيات خطاب